وينضم إلينا من القاهرة السيد أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. سيد أشرف، أهلا بك بالتأكيد معنا على شاشة القاهرة الإخبارية في هذه التغطية المستمرة على مدار 24 ساعة لمستجدات الأحداث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بشكل عام. واسمح لي أن أبدأ معك بالخبر الذي أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وبالأخص هيئة البث الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن الذخيرة التي جمدتها الإدارة الأمريكية قد وصلت إلى إسرائيل بالفعل. هل نحن هنا يمكن توصيف هذا الأمر على أنه حنث أمريكي بما تعهدت به سابقا، أم أن هناك حسابات أخرى؟ يعني أولا مساء الخير أستاذ كمال، تحياتي لك وللسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية. الإعلام الأمريكي يحاول ترويج لهذه الشحنة من الأسلحة بأنها مختلفة عن الأسلحة التي أوقف تجميدها. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه الأسلحة التي أرسلت لإسرائيل هي قذائف دبابات ومدفعية وذخيرة، في حين أنه الأسلحة التي تم تجميدها هي القنابل الخارقة للحصون، القنابل التي يعني تستخدم لدك أنفاق ولدك مباني تحت الأرض بعمق كبير، والتي سبق أن اتهم العالم إسرائيل بأنها تستخدمها في الأماكن المدنية. لكن النتيجة في النهاية أنه أمريكا ما زالت مستمرة في دعم إسرائيل عسكريا، وأنه كل ما يقال عن رفض أمريكا العملية إسرائيلية كبيرة في رفح هو مجرد كلام، لأنه المفترض أنه الأمريكي إذا أراد أن يضغط عليه أن يوقف الأسلحة تماما، يوقف شحن الأسلحة تماما لإسرائيل، وإسرائيل لديها مخزونات كافية من الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها في رفح. وأيضا هذا الأمر يعني يؤكد لنا بما لا يدع مجال للشك أنه الحديث الأمريكي عن الرغبة في إنهاء الحرب، عن الرغبة في التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مجرد حديث، لكن أمريكا مستمرة في دعم إسرائيل في خططها العسكرية. حتى الإعلان اليوم عن اكتمال نصب الرصيف المتحرك على أرض غزة ربما جاء للتخفيف عن الضغط، التخفيف على إسرائيل إزاء الضغط الذي يمارس عليها بسبب عدم فتح معبري كرم أبو سالم ورفح. الأمريكي جاء في هذا التوقيت ليقول فلتبقي إسرائيل على المعابر مغلقة، أنا سأساعدها بإدخال الشحنات المساعدات السفن القادمة من قبرص خلال يوم أو يومين، وأنه سيتم إدخال حوالي 90 شاحنة في اليوم تزيد إلى 150 وتذهب إلى جنوب غرب غزة. إذن كل هذا إذا ربطناه مع بعضه البعض نتأكد تماما أن المواقف الأمريكية المعلنة التي تؤكد رفض العدوان الواسع على غزة، رفض استهداف المدنيين، رفض عملية عسكرية كبيرة في رفح، كل هذا مجرد كلام، لكن أمريكا ما زالت مستمرة في دعم المجهود الحربي الإسرائيلي لتدمير ما تبقى من غزة وقتل ما تريده أو العدد الذي تريده إسرائيل من المدنيين في القطاع. نعم سيد أشرف، يعني أقف عند جزئية أخرى مهمة للغاية أيضا، وهي جزئية وردت عن وكالة رويترز للأنباء، ذكرت فيها أن مصر قد رفضت مقترحا من قبل الشباك، والشباك طبعا هو جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل. هذا المقترح يقضي بالتنسيق بين القاهرة
وتل أبيب من أجل إعادة معبر رفح الحدودي للعمل مرة أخرى بعدما تم إيقافه على مدار 11 يوما الماضية منذ أن هجمت إسرائيل واحتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح. ذكرت وكالة رويترز أيضا أن مصر تصر على إدارة المعبر من قبل سلطات فلسطينية فقط. رؤيتك لهذا الأمر؟ يعني خلال اليومين الماضيين تحدث الإعلام الإسرائيلي عن أن هناك وفدا من الشباك جاء إلى القاهرة لكي يحاول إقناع الجانب المصري بإعادة تشغيل معبر رفح، لكن مصر مطالبها واضحة. معبر رفح إذا أردنا إعادة تشغيله من الجانب الفلسطيني فلابد من أن يكون هناك موظفون فلسطينيون لإدارة المعبر، ويكون هناك تأمين كامل للشاحنات التي تدخل بالمساعدات. لا يوجد منطق في أن يتولى إسرائيلي أو أوروبي إدخال المساعدات للجانب الفلسطيني، فهو سيتحكم في توزيعها ويعني ربما يستخدمها لاصطياد من يريد أن يصطاده سواء من المقاومين أو المواطنين. وهناك اتفاقات دولية معترف بها مثل اتفاق المعابر لعام 2005 الذي ينص على أنه المعبر يدار بواسطة الموظفين الفلسطينيين، موظفي السلطة الفلسطينية. المهم أن يكون هناك موظفين فلسطينيين سواء يتبعون السلطة أو يتبعون أي طرف فلسطيني يتوافق الفلسطينيون عليه. لكن حتى إسرائيل عندما طلبت من السلطة إرسال ضباط لإدارة المعبر طلبت منهم أن يذهبوا إلى المعبر دون أن يتم نسبهم إلى السلطة الفلسطينية، كأن يقال مثلا أنه شركة فلسطينية أو أنه إحدى الجهات الفلسطينية المستقلة هي التي تشرف على إدخال المساعدات للجانب الفلسطيني من المعبر، وهذا تزوير للواقع واعتداء على حق السلطة الفلسطينية واستمرار لسياسة إسرائيل في عدم التعاون مع السلطة في الوقت الذي يعني تريد شطب حماس، في الوقت الذي تريد شطب فيه أيضا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وبالتالي مصر عندما ترفض طلبات الشباك أو طلبات إسرائيل فلأنها تريد إحقاق الحق، وهو أن يعود موظفو المعابر الفلسطينيين إلى ممارسة عملهم في الجانب الفلسطيني من معبر رفح. رفض مصر أي تنسيق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص دخول المساعدات من معبر رفح الحدودي والإصرار على أن يكون من الجانب الآخر هي سلطات فلسطينية بحتى يتواكب في نفس اليوم الذي ذكر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية التي عقدت في البحرين على أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا من القضية الفلسطينية. ها هو الفعل على أرض الواقع. بالتأكيد يعني هذا هو الموقف الذي انتهجته مصر منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان، هو العمل على الحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني والعمل على استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء هذا العدوان وسحب القوات الإسرائيلية بالكامل ويعني إدخال كل ما يحتاجه القطاع من مساعدات والبدء في إعادة الإعمار والبدء في عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتأكيد وقبل كل شيء هو منع سياسات التهجير ومحاولة إجبار الفلسطينيين على الخروج التي تنتهجها إسرائيل. نتفق دوما على أن 99% من أوراق اللعبة هي بيد الجانب الأمريكي، هو من بيده أن يضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الحرب أو استكمال الحرب بشكل أو بآخر. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ذكر اليوم وقال يتعين على إسرائيل وضع خطة لمستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. إذن أمريكا تطالب العدو
عدو الفلسطينيين بأن يتحكم في مصير الفلسطينيين حتى بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ يعني أولا أريد أن أذكر العالم بأن من قال أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا هو الزعيم الراحل الزعيم الخالد محمد أنور السادات، صحيح، وأنا ذاك تعرض للسخرية، لكن هذا الرجل أثبتت الأيام أنه ذو بصيرة وأنه يعمل بشكل يعني حقيقي ومخلص لصالح قارئ جيد لموازين القوى العالمية، قارئ جيد لموازين القوى وقارئ جيد للتاريخ وقارئ جيد لقدرات الأعداء، ولو كنا سرنا خلفه لتم حل القضايا العالقة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأراضي السورية المحتلة وبالأراضي اللبنانية المحتلة. نعود إلى أنتوني السؤال. أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الذي تحدث على أن يتعين على إسرائيل وضع خطة للمستقبل، مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. يعني أنا هنا لا أختلف كثيرا مع أنتوني بلينكن، لأنه في النهاية إسرائيل أصبحت قوة احتلال على أرض غزة، وبالتالي إسرائيل يجب أن يكون لديها رؤية وخطة لليوم التالي. متى ستنسحب؟ عندما تنسحب من سيتسلم السلطة؟ من سيدير القطاع؟ حدود تدخلها في القطاع؟ هذا أمر قد يكون قاسي لنا، ولكن يعني من يسيطر على الأرض أو من يملك السلاح الأكثر فتكا لابد أن يفعل ذلك، وإلا ستكون ورطة للإسرائيليين. أستاذ أشرف، هل يعد ذلك تشريعا للاحتلال حتى بعد انتهاء العدوان؟ هذه ليست لا علاقة لها بتشريع للاحتلال أو غيره، لأنه الاحتلال موجود أصلا. يعني جزء مثلا إذا أردنا أن نقول خطة لليوم التالي، انسحاب إسرائيلي كان، عودة إلى الحدود، هذه خطة، هذه رؤية لليوم التالي ورؤية في مصلحتنا. لابد أن نعرف ماذا يريد الاحتلال، ما هي خططه، لكن الآن هو لا يريد حماس ولا يريد السلطة الفلسطينية ولا يريد الأونروا، ودمر غزة وقسمها، وإذا ظلت الأمور هكذا يمكن أن يبقى سنوات، يمكن أن يستمر في استنزاف غزة بدون أن يدخلها برا، وبالتالي فعلينا أن نعرف ما هي خطط هذا العدو.